بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام على قناة حسن زراعة الأسطوح. اليوم إن شاء الله بتشارك معكم واحد التجربة رائعة في زراعة النعناع. نزرعوا النعناع على بالطول. كنشوف ناخذ هاد المدادات هادو ديال النعناع ونقطعهم على هذا الشكل، نقطعهم على هذا الشكل، وكتشوفوا النموات الجديدة. واضح فيهم النموات الجديدة، وناخذ الأساس ديالنا نحطوه بحال هكا على هذا الشكل. نحطوهم على هذا الشكل على الطول صافي، ما نكتروش. حسو من بعد كنضيفو لهم التربة، نفتحو كامل بالتربة. نسقيه بطريقة خفيفة. هذه أسهل طريقة ديال زراعة النعناع. هذا الفيديو غنتبعوه إن شاء الله، نشوفوا المراحل ديال هذا النعناع هذا في هذه الأسابيع القادمة إن شاء الله. يلا بقوا معنا تبعوا هذا الفيديو هذا حتى الآخر.